محمد، شايف ان النقطه النهارده مهمه للكابتن طارق العشري في ظل التخبط اللي كان ماشي بيه مع نادي سموحه وكلام كتير عن الكابتن طارق العشري، النقطه النهارده خليه يعيد حساباته مره ثانيه، تخليه يعدل من موقفه شويه في جدول الترتيب. يمكن قلنا النقطه لنادي سموحه ممكن تكون جيده في ظل الظروف اللي هو موجود فيها، وان كان النهارده يستحق 3 نقاط على فكره. نقطه مهمه جدا زي ما قلنا ممكن يبني عليها اللي جاي، لان برضه انت لما يعني بتكسب او تتعادل مع النادي الاهلي او نادي الزمالك المردود بيبقى جيد جدا سواء عند الاداره او عند الجماهير او عند اللعيبه او المدير الفني، يبقى في راحه نفسيه ممكن يبني عليها اللي جاي. فانا شايف النقطه كانت مهمه جدا لطارق العشري النهارده، ممكن الحقيقة تلغي حاجات كتيرة جدا إذا كان في تفكير ولا حاجة، لكن أنا شايف النهاردة بلا منازع كمان يعني من نجوم المباراة طارق العشري، لأن قراية جيدة جدا حقيقة، يعني اللعيبة كمان نفذت بتركيز عالي جدا وتنفيذ كان جيد. النهاردة تحس النواحي البدنية الكاملة لصالح لعيبة نادي سموح، في خفة في الحركة، في انتشار، في جري كتير، في تحركات من غير كرة كتيرة الحقيقة، وده اللي كان بيميز نادي سموحة عن النادي الأهلي. نادي الأهلي كان فيه بطء شديد جدا في التحضير، خاصة منطقة الوسط اللي سيطر عليها سموحة وبالتحديد في الشوط الأولاني، يعني بطء في التحضير كان من السولية وحمدي فتحي زي ما قال الدكتور، ما كانش فيه شراسة دفاعية أو هجومية للنادي الأهلي، عشان كده يمكن قلنا بعد الشوط الاولاني وجود ديانج كان ممكن يبقى مهم لان عنده الجزئيه ديت يعني، لكن ما كانتش موجوده. نادي سموحه الحقيقه انا من وجهه نظري استحق النقطه وكان يستحق الفوز، لان نفذ بشكل جيد، اشتغل بشكل رائع جدا من خلال قراءه جيده لطارق العشري.